بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى تمارين التيار والتوتر الكهربائيين مع السلسلة الثانية من تمارين الكتاب المدرسي المعنونة بأطبق معارفي. إذا وبدون إطالة مع التمرين الأول فيها، وهو التمرين رقم 5، يقول: أنتجوا تيارا كهربائيا بالحركة. قام مراد في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بجوار وشعة مربوطة بصمامين ضوئيين، ومستعملا مثقابا كهربائيا كما يبينه الشكل المرفق. كيف تكون إضاءة الصمامين؟ 2. نستبدل الوشعة والمغناطيس بعمود كهربائي يعطي تيارا كهربائيا مستمرا. كيف تكون إضاءة الصمامين في هذه الحالة؟ ماذا تلاحظ عند عكس قطبي المولد؟ إذا في هذه الحالة تكون إضاءة، يعني ما دام قال بأنه سيقوم بالتدوير بسرعة ثابتة، ففي هذه الحالة تكون صمامة إضاءة الصمامين متزامنة، تكون متزامنة، بمعنى تتم الإضاءة في وقت واحد، وذلك للسرعة الفائقة التي تجعلنا لا ندرك انطفاء وتوهج المصباحين على التتابع أو على الترتيب. يعني هذه السرعة الكبيرة تجعلنا نرى أن الصمامين يشتغلان معا دون توقف. الآن يقول السؤال الثاني: نستبدل الوشيعة والمغناطيس بعمود كهربائي يعطي تيار كهربائي مستمر، كيف تكون إضاءة الصمامين في هذه الحالة؟ في هذه الحالة، يعني عندما نستبدل الوشيعة والمغناطيس بعمود كهربائي، يتوهج أحد الصمامين توهجا مستمرا ولا يتوهج الصمام الثاني. لماذا؟ لأن في التيار المستمر أو التوتر المستمر يكون دوران الكهرباء في جهة واحدة، وهنا الصمامين مركبين حسب الوثيقة بشكل، هنا كما نلاحظ، مركبين بشكل متعاكس. يعني إذا كانت هذه البطارية وهذا هو القطب الموجب، فإن الكهرباء يدخل من هذا الصمام لأنه مربوط بشكل موافق للقطب الموجب، فيمر منه الكهرباء بشكل مستمر ويتوهج هذا الصمام دون توقف. الصمام الثاني لا يستطيع الكهرباء أن يمر منه لأنه مركب بشكل معكوس أو مقلوب مع القطب الموجب، فبالتالي لن يتوهج. عندما نقلب قطبي المولد، يعني نقلب قطبي البطارية، نجعل الموجب في الجهة السفلى والسالب في الجهة العليا، في هذه الحالة يمر التيار الكهربائي من الصمام الثاني الملون باللون الأحمر، ولا يمكنه المرور من الصمام الملون باللون الأخضر لأنه مركب بشكل معكوس. بمعنى في الحالة الثانية عندما تقلب الأقطاب يتوهج الصمام الثاني ولا يتوهج الصمام الأول. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين وكيفية معالجته أو مناقشته. نمر إلى التمرين السادس، نوع التوتر الكهربائي. لاحظ المنحنيات البيانية A B C D لبعض التوترات الكهربائية. في أي حالة أو حالات يكون التوتر الكهربائي ألف ثابتا أو متغيرا أو دوريا أو متناوبا؟ علل إجابتك. إذا نأخذ كل منحنى على حدة. ألف، أين هو تركيب ألف؟ إذن فالصورة اليسرى هي التركيب ألف، نعم كما وضحنا هنا. إذن هذه الصورة تبين لنا أن هذا التوتر ثابت، ثابت القيمة وثابت الاتجاه. يعني حينما تشغل المسح الزمني، هذا الصورة ملتقطة من راسم الاهتزاز مع تشغيل المسح الزمني، إذن في هذه الحالة نلاحظ أنه بمرور الزمن أن التوتر أخذ قيما ثابتة، إذن فنسميه توتر ثابت. في الصورة الثانية، الثالثة الرابعة، نعم في الصورة الثانية التي هي باء، هذه يعني الموافقة لهذه الصورة. في الصورة باء فإن هذا التوتر هو توتر متناوب، يعني ونستطيع أن نقول عنه أنه دوري متناوب أو جيبي متناوب،
لماذا؟ لأن له زمن ثابت ينجز خلاله دورة بطوريها الموجب والسالب، يعني يأخذ قيم قيمة قصوى موجبة قيمة قصوى سالبة خلال زمن ثابت. إذن فهذا توتر متناوب أو توتر دوري أو جيبي. السفلي كذلك، يعني هذا جيم لا نستطيع أن نسميه دوري، فهو توتر متغير، نعم متغير في القيمة متغير في الاتجاه، لكن ليس له دور ثابت. يعني الزمن المستغرق لهذه الدورة، لاحظ القيمة الموجبة القصوى إلى القيمة الموجبة السفلى، يعني هذه استغرقت زمن غير الدورة التي تليها، ثم غير الدورة الثالثة، ثم غير هذه الدورة الرابعة، ثم غير هذه الدورة الخامسة. إذن فهو توتر متغير ولكنه ليس دوري. الآن في الصورة دال، الصورة دال هذا كذلك نستطيع أن نسميه توتر متناوب دوري. لماذا؟ لأنه يأخذ قيما موجبة وقيما سالبة، يعني ينجز دورة خلال أو تتكرر دوراته خلال أزمنة متساوية. يعني إذا قسنا زمن الدورة الأولى وزمن الدورة الثانية، هنا لم ننهي الحلقة، يعني زمن الدورة الأولى وزمن الدورة الثانية قلت هو نفسه، بالتالي فهو متغير دوري أو متناوب بشكل دوري. نمر إلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية السلسلة الثانية. إذن ففي الأخير نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله في الحلقة الخاصة بالسلسلة الثالثة، سلسلة أوظف معارفي. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.